أما هلأ زينب رح ننتقل لفقرتنا يلي نسلط فيها الضوء على زاوية اجتماعية نحكي فيها عن موضوع بخص كل بيت، وفينا ندخل على بيوت ونشوف هيدا الزوايا وهيدا التفاصيل. أكيد في كتير قصص ممكن نحنا يعني نتساءل عنها، نوجه فيها أسئلة. كل هالأسئلة رح تجاوبنا عليها الأخصائية الاجتماعية ضيفتنا رندا علي دي. بيسعد صباحك رندا. بيسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك رندا. عم نحكي اليوم عن موضوع تعدد السلطة على الطفل، هو هذا الموضوع الشائع يعني قرايبين الجد والست والاب تماماً. فخبرينا اليوم كمان عن هذا المفهوم، قد ايه بيأثر ايجابا او سلبا؟ تماما، هو هلا خصوصي بفترات حالية عم بيكون العيال الجديدة عندها ظروف معيشية معينة، عم تضطر تكون بشغل سواء الأم ولا الأب. صحيح. فالأم عم بينسحب دورها بجزء بسيط من سلطتها أو توجيهها لطفلها أو تربايتها له، فهون بيتدخل فيها بقى مثل ما ذكرتي القرايبين، مثل ما ذكرتي بمقدمتك إنه في زوايا، هي فعلا زوايا بكل بيت وعن جد هي بتكون خفية ما لها واضحة. صح. فجأة بيظهر أنا سلوك عند ابني مو عاجبني، إنه قلت لي أنا ما ربيته هيك أو بحياتنا ما كان عندنا حدا عنده هذا السلوك. فنحن بنلاقي انه طريقه ما في قرار ثابت بالبيت كلياتهم، يمكن بيقعد اللي بتسمح له في التيتا الام ما بتسمح فيه، او بالعكس، او حتى تدخل الجد او انسحاب الاب من دوره بالتربيه. فهي كلها اشياء بتجمع بعضها لحتى تعطيني طفل بمكون معين ممكن كثير يؤدي لمشاكل بعدين، يكون في عنده هشاشه نفسيه، يكون في عنده عدم مسؤوليه، ما بيعرف ياخذ قرار. فنحن ببلش بقى بمرحله المراهقه بيعطي الطفل للاسف رد فعل، وبيعطي انا بدي اقول لهم انه بيعطي رد فعل اول شيء على الشخص اللي كان يسمح له. صح. بكل شيء. صح. لانه السلطه حلوه، الطفل بيحب السلطه. صح. اكيد. يعني يمكن رندا حكيتي نقطة كتير مهمة، ولكن لازم يكون في توازن يعني بين إنه نقدر نحن نوجه ونفرض شيء معين، وبين إنه كمان الحرمان يعني بدنا نفرق بيناتهم. قد ايه مهم ايضا إنه يكون في شيء محدود متوازن دائما انت بتوجهي الاهل عليه، يعني كل شيء زاد عن حده نقص. تماما. هلا دائما بيكون في كل شيء مثل ما ذكرتي وسطي، ويكون في حدود. دائما نحن بنشوف مثل ما ذكرنا الطفل ما عنده حدود، فممكن تواجهك مشكله انه مثلا انت اخذتيه على محل او على المول، فهو ما عنده حدود، ما بيعرف انه شو ملكيته او ملكيه غيره، ممكن ياخذ شيء مو له ويمشي فيه. هو ابدا ما بيكون قصده او عنده سلوك سيء، هو بس متعود انه كل شيء مسمح له. وكل الدراسات بتقول وكل الكتب النفس علم النفس والمختصه بتربيه الطفل، دائما لما بيكون في عندنا مشكله لاي شخص سواء طفل مراهق راشد، بيقولوا لك التنشئه الاجتماعيه والتنشئه الاسريه الناتجه او عن الدلال الزائد. صحيح. او عن القسوه الزائده، دائما هن بيعطوا نفس المنتج. دائما انا طفلي اذا بكون قاسيه وبحرمه من كل شيء حيطلع عندي مشاكل، واذا كنت كثير متساهله معه وسامحت له بكل شيء حيطلع عندي نفس المشكله، بالعكس مع رد فعل سلبي على الشخص اللي كان يسمح له بكل شيء. فابدا ما تقول انه طيب انا اذا مثلا اليوم منعته فحيبطل يحبني، او اذا انا قلت له لا مثلا بيجي الاب بيقول انا طول النهار بشغلي. صحيح. بقعد معه ساعه واحده المساء، لازم اسمح له بكل شيء مشان يحبني ما يكرهني. ابدا مو هيك ابدا. يعني هي الوسطيه يمكن رندا لازم تكون موجوده حتى بالتربيه. يعني تماما، في توازن اكثر عشان يطلع طفل متوازن. حتى يطلع الطفل متوازن. خبرينا اليوم، يعني كنا عم نحكي عن نقطه عن تعدد السلطه. اليوم يمكن في كثير اطفال مثل ما قلتي بحسب شغل اهلهم ممكن يقعدوا عند نانا معينه، مربيه معينه، او حتى عند ستهم جدهم، حدا من القرايبين، او بين ستهم جدهم اهل ابوهم او امهم. تمام. فهم بصير في عادات وأفكار، كل حدا بيمنعه عن شيء والتاني بيسمح له فيها. هذا التعدد بالسلطات والتناقض خلينا نقول بأسلوب التربية، كيف ممكن مثلا تضبطه الأم، وخاصة الأم العاملة؟ يعني كيف فيها تضبط وتسيطر على طفلة وهي ما أنا قدران تقعد معه هذا الوقت؟ بالفترات الأولى أول 5 سنين دائما بيكون الطفل
مثل ما بنقول لهم الاسفنجة اللي تبلش بقى تمتص كل شيء من حواليها. فأنا كثير لازم يكون اختياري دقيق للشخص اللي بده يكون مشارك إلي بتربية ابني. أبدا ما أتساهل إنه أنا مثلا إذا حطيت مثل ما قلتي مربية أو ناني أو تكون جاية من بيئة مختلفة عن بيئتي. دائما لما يكون في عندي حدود واضحة أنا كأم، أنا مثلا ما بحب ابني لما تنزلي مثلا على الحديقة أو أنا مالي موجودة أنه مثلا يروح يحكي مع حدا غريب، فيكون في هاي التفاصيل مثلا أنه لما تحكي معه حدا يحكي معه حدا أو يوجه له ملاحظة كتير مهم ما تقاطعي. فهي القواعد البسيطة اللي أنا بنبه عليها الأشخاص اللي عم بيشاركوني بعمليات التربية كتير مهمة. في نقطة تانية بتكون على المشكلة بين الأم والأب، أنه هو بيسمح له، طيب ما زال إذا هو سمح له مثلا يمسك الموبايل ساعة زيادة، خليه يتحمل الأب مسؤولية هالساعة الزيادة، هو يكون مسؤول عنها، لا تخليه يجي ياخذ موبايلك، ياخذ موبايله، يعني عرفتي يكون في رولز بسيطة بالبيت الكل متفق عليها، ولو بداية ما يكون كل الأطراف متعاونة أو متساعدة، وخصوصي هلا عم تكون نحن بوسط اجتماعي استهلاكي كثير، يا دوب الواحد يخفف شوي من هيك مشاكل، فبقول يلا أنا بمرق هذا الموقف، بصير في زبزبة بالتربية، مرة بسمح مرة ما بسمح، اليوم رايقة بقول له لا تعال بلعب أنا وياك، اليوم مالي رايقة مضغوطة وعندي شغل يلا أوكي خذ هالموبايل ساعة زيادة، فهون ما عاد يعرف أنا شو القاعدة الأساسية. مزاجية صار. تماما، أنا ماما فيها يوم إيه ويوم لا بتسمح لي، مرة إيه مرة لا، المرة لا أوكي أنا متعود إنه فيني أضحك عليها بروح عند التيتا. صحيح. تماما. يعني يمكن دائما الحالة المزاجية هي ما نصح بالنسبة للطفل، يا ريتنا دائما الأهل يضبطوا حالتهم المزاجية وخاصة في موضوع التربية، يعني هنا أحيانا بتساهلوا فيه لدرجة أنه ممكن يسبب لهم بعدين مشاكل. تماما. يعني لا إيه لا بيعرف الواحد حاله إيه ولا لا، يعني تماما. ليش اليوم حسب بوقت يوم خميس ولا جمعة أو اليوم صغير ما في تقعد معنا، اليوم صرت كبير تقعد معنا شاركنا، فأنا حددوا أنا كبير ولا صغير. 100% عم تحكي قد مهم أنه لا انه شوي نكون في ضوابط وما ننسى شو عملنا امبارح، يعني احيانا الاهل بينسوا شو حكوا. صح امبارح قلت لي انه العب بهيدا اللعبه، ليش اليوم عم بتقلي لا؟ تماما. فهيدا القصه قديش هذا بتفوتي بقى بنقاش عقيم مع الطفل، وخصوصي اذا طفل ذكي وبيعرف كيف يجادل، فوصلنا لمرحله الطفل اللي بيجادل بدون نتيجه وعن جد بيطلع على الحدود، يعني بصير بيقول لك انه بصير انا بقول للام خلص في مواضيع ما فيكي بقى تناقشي فيها، انه لهون انتهى النقاش. نعم. ما عاد في حوار، في امور خلص وقف فيها الحوار. هلا انا دائما بقول لهم اطلعوا من الدائره، يعني كيف انا اطلع من دائره مشاعري او الضغوطات اللي انا عايشه فيها؟ بالورقه والقلم تماما بشتغل موضوع الجدول، بحط الجدول انه خلص نحن كلياتنا بالبيت رح نمشي على الكلمه اللي انا علقتها على البراد انه الموبايل نص ساعه فقط. هلا انا بعطيكم مثال على الموبايل. صحيح. بس هو في كثير خصوصي اذا كان عمره شوي اكبر تفوتي بقاضي بده يروح مع رفيقه، ما بده يدرس، عنيد، ممكن ما يسمع كلام، ممكن ما يرتب غرفته، يعني هاي الاشياء البسيطه ولكن هي بتعمل خلافات. صحيح. وبتضغط الام ضغط هي بغنى عنه. فلما بيكون انه خلص انا حطيت قاعده انه نحن كلياتنا ما حنسمح لك غير بمثلا نص ساعه موبايل، فهي الفكره ما في مجال لا للنقاش ولا في مجال انا اتحكم لمزاجي، انه انا وياك مقتنعين بهاي الفكره وحنجمع عليها كم مره التزمت حيكون في لك مكافاه باخر الاسبوع، هذا كثير بخفف الضغط. طيب رندا، يمكن كمان اذا الولد قعد مثلا عن حدا من المقربين، يعني الكثير من الاهل يتعلق بطرف معين اكثر من الام، وهذا الشيء بيزعج احيانا الامهات انه مثلا يتعلق بسته او جده اكثر من امهم، يعني حتى بيقول لهم ماما ما بيقول لها تيتا. تماما. فخبرينا كمان السبب بالتعلق. ثاني شيء كيف يا الام
يعني تكون هي المسيطرة بالعلاقة. دائما بنقول انه خلص انه ممنوع يجيب شوكولا، ممنوع يجيب شوكولا، ما لازم الاهل يغشوا. فخبرينا كيف فيها تكون مسيطرة بهي القصة. هلا هي دائرة مغلقة، يعني بتدور وبيدوروا كلهم وبيرجعوا بنفس المشكلة. وإذا بترجعي لتحللي القصة الأم إنه مثلا أنت ليه متضايقة إنه هو مثلا حابب تيتا أكثر، بتلاقيها هي إلى مثل ما بيقولوا تلتين الخاطرة القصة. هي مضغوطة، هي بدها حدا خصوصي. هلا الأسر والأمهات عاملة تماما وعم بتكون غير ناضجة تماما لأنها تكون مسؤولة عن طفل، فعم ترجع لعند أمها كأنه عنده يعني كأنه أخوها مو كأنها هي أمه. عرفتي يعني عم بتكون التيتا هي أم للأم ولا الولد. فهون بتصير جكرة منه مثل كأنه اثنين أخوة. وبتصير حتى اهتمام التيتا كاهتمام اثنين أخوات مع بعضه. فنحن دائما هون بقول لها انت حددي المهام، لما انت بتعرفي مسؤولياتك وتتعاملي كأم ولست مو كأخت كبيره، فهي الامور كلها رح تنحل. وبترجعي لكل هاي المشاكل وبتسمعي هالكلام من الامهات حتلاقي تماما انه هي لسه ما لها ناضجه لتنفصل عن امها لتكون هي ام. صحيح. فهذا الترتيب وهي تاخذ مع الورقه الجدول اللي على البرات هذا مع عند التيتا. فهذا عن جد بيعطي مونتاج. واكيد لما التيتا بتدلل ولا الجد ولا الاب ولا الام، انا بقول لهم ما يلناموا لانه هن برأيهم عم بيقدموا افضل شيء لابنهم. فلما بتوعيهم بتوعيه بسيطه وين المدار وانا كيف عم ضر ابني وكيف انا بمرحله من المراحل السلوك اللي مقبول منه ببطل يصير مقبول، بيصير ضاغط لحالة الام والتيتا حيتفقوا على قرار واحد. خلينا ايضا هيك ننتقل لموضوع ثاني لندا، في حال كمان يعني تعدد هيك الاطفال اللي من عمر بعض، في كثير هيك اطفال تحسيهم بنفس البيت مثل ما بيقولوا على روس بعض جايين ومن عمر بعض، كمان هون الاهل بيواجهوا مشكله بالتعامل مع الاكبر شوي مع الاصغر شوي، كمان بصير ما عاد في يعني مثلا ما كل شيء متوفر بالبيت، يمكن في ايباد واحد لولدين يعني او لعبه واحده كمان لاثنين، يعني مو شرط كل حدا له اغراضه، فكيف هون بيتعاملوا الاهل مع الاطفال؟ بنفس الفكره، لما انا بيكون عندي جدول حتى في الاسماء كلها وبقسمهم بوقت كتير مهم الاخوه يعرفوا انه في عدل، انه دائما في توازن بمحبه الامهم وابوهم لهم، ما يكون في تمييز. امبارح كنا باستشاره الام عم تقولي انا ما بقدر ما احب الصبي عن البنت لانه هو كتير حنون ولطيف معي. ففعلا يعني ففعلا الطفل بسلوكه او بشخصيته تماما بحبب باهله فيه، فبصير انه هو بيلتزم. انا مثلا اذا اعطيته هالموبايل فهو اكيد وقت بقول له نص ساعه حيلتزم، ما مثلا يزعبر مثل اخواته، فحيكون له ميزه. كثير مهم الام ما تظهر هذا الشيء وتكون عم تتعامل بتوازن. بنرجع بنقول نطلع من دائره مشاعرنا، لما انا بشتغل بجدول وبحط انه كل حدا له نص ساعه وهيتيك خلص هاد اخذ وقته فللتاني. كثير حلو لما يتخانقوا في هي، دائما انا دائما بقول لهم عليها، لما بيكون في اكثر من اخ وبيتخانق على لعبه واحده او على مشوار واحد ينسحب من الكل. يعني يكون خلص انسحب وانقفل عليه لتتصالح وتتفقوا بينات بعض كيف انتم تحلوا اموركم. ممكن اخي يقول لك معلش انا حاعطيه لاخي نص ساعه زياده، يعني في بتصير اي عن جد يعني ممكن تصير طبعا خليه يعرف كيف يكون اجتماعيا، يعرف يوصل لهي الحلول اللي بالمستقبل اللي حتواجهه بطرق ثانيه اصعب مع ناس غربه، هن لا حيكونوا اخواته ولا حيكونوا من اهله، حيكون وسط مهني، وسط بالجامعه، يعني حياه حتكون صعبه ما حتكون سهله وحيصادف كثير بيئات مختلفه. فخليه يكون عنده هالتوازن من عمر صغير مع ناس دائره الام والاب. نعم رندا، يعني كمان دور الحضانات او المدرسه كمان كثير مهم اليوم بضبط شخصيه الطفل. يمكن اعلام الاهل بتفاعله بسلوكياته بالمدرسه اذا كان متناقضه مع سلوكياته بالبيت، تقييم هذا الشيء اليوم قد ايه فعلا هي الدور هي مهمه كمان لضبط سلوك الاطفال. تماما، سؤال كثير مهم. نحن في دائما في فجوه بين الاهل وبين الروضه او بين المدرسه، لما انا مثلا وبيكون حتى الطفل شخص ثاني بالبيت، انه مثلا
بالروضة أو المدرسة ما عنده سلوكيات لطيف، بيلتزم شو ولا مرة بيقول لا، أموره منيحة، عنده رفقات وعلاقات اجتماعية منيحة. بتجي الأم الظهر بتتشكى منه إنه ما بيقعد، ما بيقبل ياكل، دائما غرفته بيكون محلى بالمدرسة. تماما، بلا معناتها المشكلة من عندك أنت، مثل ما ذكرنا السلطة. صحيح. أنت ما عندك سلطة ثابتة واضحة بمحبة له، أنت دائما عم بيكون للأسف بتكون الأم مضغوطة طول النهار، فبيطلع هالتفريغ تبع إنه الضغط منه للطفل، فهو بيصير بيعرف كيف يستفزها ليأخذ اهتمامها. صحيح. تعلق المشكلة. فأنا كتير مهم إنه لما بيكون في مشكلة بالمدرسة تجي الأم، يكون في اجتماع ينشرح لها الموقف ويقولوا لها نحن رح نتصرف معه هيك، بنفضل أنت كمان معنا، ويجي الطفل يحضر آخر الاجتماع ويقول له نحن اتفقنا عليك هيك. عن جد. عن جد ما بتتخيلي قديش نتيجتها إيجابية. صحيح. لأنه خلص عرف أنه ما في مجال يكون في كذا سلطة، ما في مجال، وهي لسه أزبط وأحلى لما بتكون بالبيت بوجود التيتا والجد والأحلى أنه لما بيكون التيتا والجد للأم وللأب، أنه ما يكون في لك عن أهل أمك بيسمحوا لك. أي مصير. صح. تماما. هذا التفاهم كتير ضروري يكون، وهلأ حديثاً عم بيكون كتير موجود بطريقة فعالة. حلو كتير. نعم. يعني استمتعنا بالحديث معك رندا، وعن جد بدنا نتشكرك على المعلومات يلي هي من صلب الحياة، من قلب البيوت، وتفاصيل صغيرة يمكن بيعيشوها الأهل كل يوم مع أطفالهم، يمكن أحيانا بيغفلوا عن مواضيع أو ما بيعرفوا يتعاملوا معها. هون نحن سلطنا الضوء على هدول المواضيع. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك يا رندا. ودائما يعني بتحسي هذا الجيل هن عم بيربوا أهليهم، ما الأهل اللي عم بيربون قد ما عم يتعرفوا على شغلات جديدة. تماماً. الله يحمي الجميع، وبدنا نتشكرك على كل المعلومات اللي عطيتنا. شكرا لك.